حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواكم. ذبح ويذبح العراق من الوريد إلى الوريد. ذبح العراق قتلاً وتفجيراً وإحراقاً وتفخيخاً ونسفاً. ولو كان المسلمون يتقنون فن الحساب ولم تكن في ذاكرتهم ثقوب لاكتشفوا أن العراق أرض الحضارة والعنفوان العربي شهد ويشهد اكبر نسبه من السيارات المفخخه وامتدت ايادي الاثم والارهاب الى المساجد وقبور الانبياء ومقامات اهل البيت والمكتبات والمخطوطات ناهيك عن تدمير الانسان العراقي من كل الانتماءات الاثنيه والدينيه فلم يسلم احد في العراق ومع كل هذا الاثم الفاحشي والارهاب الداعشي المتضخم فان المؤسسات والمرجعيات الاسلاميه والحكومات العربيه والمؤسسات العربيه ايضا اصيبت بداء الحياء والخجل في موضوع يتعلق باباده شعب عراقي تواق الى السلام والحريه والعيش بكرامه في وطنه. وبحسب احصاءات رسميه لبعثه الامم المتحده يونامي فان التفجيرات الاجراميه واعمال العنف ادت الى سقوط قرابه 28,719 شهيدا وجريحا هذا في العام 2014 فهل كانت الفتاوى في الحواضر العربيه والاسلاميه والاحكام الشرعيه في مجمعات الفقه والفتية في العالم العربي والإسلامي والقرارات في دوائر الفعل العربي والإسلامي على مستوى هذا القتل الممنهجي والإبادة المدروسة للشعب العراقي كل ما جرى ويجري في العراق وليس آخرها مذبحة الكرادة التي تدمي قلب كل غيور على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يؤكد ان هنالك من يعمم سياسه الصمت حيال الارهاب الداعشي والفاحشي في العراق بل ان البعض يصدر بيانات لدعم الارهاب الاعمى مدعيا ان الدواعش قتلوا الروافض ويصدر في ذلك تهليلات وتغريدات وتبريكات ايضا الم يحن الوقت ان نرفع الصوت عاليا لوقف المجازر في حق الشعب العراقي وإن كنت والحمد لله من الذين يرفعون الصوت عاليا ضد هذا الإرهاب في العراق وفي خط طنجة جاكرتا وفي القارات الخمس أمسي واليوم وغدا وإلى يوم القيامة إن العراق كتلة عملاقة من فعل الحضارة والنهضة والرقي من العهد السومري وإلى العهد الآكدي والبابلي والعهد الكاشي والاشوري والكلداني والى عهد الحضاره الاسلاميه. اضافه الى ذلك فهو ارض الاطهار والاخيار وموطن العتره الطاهره. صمت العرب والمسلمين عن مذابح العراق عنوان برنامج الفلاميم ويشاركنا في النقاش فضيله الشيخ فؤاد المقدادي الامين العام لاتحاد علماء المسلمين في العراق. ورئيس دار التقريب بين المذاهب الاسلاميه وفضيلة السيد عبد القادر الالوسي الحسني رئيس مجلس علماء الرباط المحمدي ورئيس مؤسسة رشد للتنميه والتطوير الثقافي وفضيلة الشيخ جلال الطيف الكبيسي رئيس رابطة شورى علماء الانبار وامام وخطيب جامع الانبار الكبير مشاهدينا مرحبا بكم جميعا ابداوا من الانبار وفي الانبار دارت معركه لاسترجاع الحق لاصحابه فضيله الشيخ جلال كيف تقرؤون وانتم في العراق تذبحون من الوريد الى الوريد صمت العرب والمسلمين صمت المرجعيات الاسلاميه ودعني اقولها بكل صراحه أنت هنا يعني إمام سني ولست إماما شيعيا لأن العرب للأسف الشديد يعني تعودوا على هذه اللغة المذهبية فتكلم بلسان أهل السنة والجماعة لماذا خذلكم العرب والمسلمون في كل العالم العربي الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد بن عبد الله واله الطيبين الطاهرين سؤالك وقع على جرح مؤلم لا يندمل ابدا وهذا ديدن اهلنا ممن نقول انهم اهلنا سكتوا دائما عن الذبح الذي تعرض اليه اهل السنه عامه واهل الانبار خاصه والذبح لم يشمل ذبحا بالسكين وغيره بل ذبح للكرامه التي تعرض اليها اهل الانبار حينما تعرضوا الى التهجير فتركوا اموالهم ودورهم واملاكهم وانتهكت بعض من انتهكت اعراضهم هذا كله كان سببا وللصمت الذي يتعرض اليه اهل السنه حينما ينددون فيه الارهاب الذي يقتل فيه العراقيين اجمعين ولكن ظل اهل الانبار ومن على شاكلتهم يتحملون ذلك الجرح وذلك الالم وهم يحملونه لانه كما يقال ان الالم لا يضر الا صاحبه وهذا ليست من تعاليم الاسلام والمسلمين ولو كنا مسلمون لعرفنا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم ولكننا لم نطلب منهم الاهتمام او انهم يراعوا شعورنا ويداووا جروحنا بل اننا لم نسلم منهم اطلاقا وهذا مخالف لما قال رسول الله فيه وهم يدعون انهم مسلمون ترتبط فينا الاصاله والعروبه وغيرها يقول النبي المصطفى صلى الله عليه واله وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده لم نجد منهم سلامه من لسانهم ولا سلامه من ايديهم بل البطش قد يكون اكثر مما يكون من ايديهم ولذاعه لسانهم حينما يصرحون ويقولون انه لا ذبح هناك ولا تعرض لابناء السنه الا من جهه اخرى الغرض منها اثاره الفتنه الطائفيه بين الشعب الواحد وذريعتهم حتى يقتل الشعب بعضهما بعض وهم يتفرجون على جراحات العراق نعم شيخ جلال سأتوقف عند هذه النقطة. سماحة نعم. الشيخ الذين طبلوا وزمروا لمقتل المنتمين إلى مدرسة أهل البيت في العراق، يقولون هناك سببان يدعوان إلى قتل هؤلاء، وهذا تجده في بيانات التكفيريين والإرهابيين. أولاً أن أتباع هذه المدرسة هم الذين مكنوا للأمريكان، وهم الذين جلبوا أمريكا إلى العراق على ظهر الدبابة وأعطوها شرعية الامر الثاني انهم ينتمون الى مذهب يعني لا تقره بقيه المذاهب الاسلاميه وبالتالي يجوز قتلهم. ما رايك في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا المقاله الاولى ليست واقعيه. نحن لا ننسب الى من جاء بهم الامريكان. الامريكان لهم اجنده خاصه دخلوا معهم لاحتلال العراق، وكنا اول من رفع رايه المواجهه وشكلنا سرايا المقاومه بل والتحمنا مع اخوتنا من اهل السنه في كل المناطق الغربيه، وانا ممن دخل الى المناطق الغربيه ونسق في رفع السلاح في وجه الامريكان. اذا هذه النقطه مهمه ليفهمها المشاهد. قدوم أمريكا إلى العراق لم تكن بتوطئة شرعية ودينية من أتباع مدرسة أهل البيت إنما بعض المحسوبين على هذه المدرسة هم الذين تعاونوا مع أمريكا في وصولها إلى العراق وبالتالي الإطاحة بالصدام حسين هناك جهات سياسية حسبت حساب سياسي معين وبعضها تناغم مع المشروع الأمريكي الذي كان بعنوان قانون تحرير العراق الذي سنوه بعد الانتفاضة الأولى انتفاضة الشعبانية ورصدوه له أموالا وقالوا من لم يدخل في هذا المشروع سوف لن يكون له وجود في مستقبل العراق فدخل البعض بتوجهات سياسية والبعض الآخر أبى وقال نحمل السلاح حتى النفس الأخير وفعلا حصل هذا ولهذا تجد ان هناك مقاومه ملتحمه بين ابناء السنه وابناء الشيعه في خندق واحد. وانا ادعي هذا بالارقام لاني كنت ممن يتواصل بين الطرفين واذهب الى المناطق الغربيه وحتى نساعدهم في كل ما يمكن تقديمه لهم. وكان للجمهوريه الاسلاميه دور كبير في اسناد هذه هذه القوى المقاومه والمواجهه للامريكان. واستطعنا ان نؤثر حتى على الخط السياسي في ان يكون هناك مقاومه سياسيه ودخلوا في مفاوضات شرسه وكان لفقهائنا الدور في دعم هذه المفاوضات حتى لا يبقى جندي على ارض العراق وفعلا استطاعوا ان يقروا مبدا خروج القوات الامريكيه من العراق وان كانوا هم لديهم اساليبهم المخابراتيه في ايجاد مقرات لهم خفيه ولكن كوجود عسكري ظاهري خرج ذليلا حتى قالوا لنا اسمحوا لنا ان نخرج من العراق دون ان تطاردونا ولم نعطيهم هذا الوعد وفعلا ضربوا وهم يخرجون من العراق هذا اولا يثبت لدينا فتاوى ولو كان هناك متسع لا رأيتك الفتاوى التي صدرت عن فقهائنا في تحريم السماح لبقاء أي جندي في العراق أو إنشاء أي قاعدة بل حتى هذا الاتفاق الاستراتيجي رفضه علماؤنا وقالوا هذا اتفاق الذئب مع الحمل هذا تعبيرهم الفقهي الغرض هذا في الجانب الامريكي الاول، الجانب الثاني كان حول ماذا؟ تكفير مذهب اهل البيت بالاساس ان هؤلاء الشيعه ويجوز قتلهم وذبحهم وسبي نسائهم وهتك اعراضهم كما هي الفتاوى السلفيه للاسف الشديد. هذا هذه مدرسة المدرسه الوهابيه تنحصر أه. بها، وانا يعني ممن اطلع وعاصر ال تكفير الوهابيه لغير لغيرهم حتى من المذاهب السنيه وخصوصا المدارس الصوفيه هم نصبوا العداء لهم وكفروهم وقاتلوهم واخرجوهم حتى من ديارهم في الحجاز وحاربوهم في كل حواضرهم وحتى في العراق 70% من سنه العراق هم من اهل التصوف ولهم مساجدهم ولهم تكاياهم عملوا على حسرهم وتحجيمهم والاستيلاء على مساجدهم واعتبارهم من الوجودات المرتدة وقتلوا وقتلوا ولدينا كبار علماء كنا نتصل بهم عندما عرفوا أن هناك تواصل بيننا عمدوا على اغتيالهم وقتلهم وهم من كبار الفقهاء من الموصل ومن الرمادي هذا شيخ مفتي الرمادي الانبار الشيخ حمزه العيساوي قتلوه في باب داره عندما رفض ان يعطي فتوى بقتل الجيش العراقي او الشرطه او كل من يخالفهم ونستكمل بقيه النقاط سماحه الشيخ، سيدنا عبد القادر ما دام الامر يتعلق بالمسلمين عموما في العراق كيف تفسر هذا الصمت المطبق من قبل المرجعيات الاسلاميه في العالم الاسلامي وعدم تحريكها لاي ساكن لماذا صمت العالم الاسلامي الستم مسلمين الستم مؤمنين الستم تحجون الستم تصلون الستم تيممون وجوهكم شطر الكعبه لما صمت العالم الاسلامي تجاه مظلوميتكم بسم الله الرحمن الرحيم حياك الله وحيا البرنامج وحيا الله. المشاهدين الكرام. بالنسبه للعراق وهم كما يعلمون ان العراق جمجمه العرب وتحدثت عن العرب وتتحدث الان عن المسلمين. العرب اليوم يضربون جمجمتهم في الحقيقه العراق وهذه المعاناه الكبيره لو قارنت اي تحرك منهم باتجاه اي عمل يصدر باتجاه اي انسان خارج العراق لرايت سرعه الاستنكار منهم لاي عمل ونحن نستنكر ايضا ونحن ممكن ان نكون اسرع منهم استنكارا ولكن الامر اذا تعلق بالعراقيين رايتهم لا يخرجون استنكارا او فتوى او اي شيء الا بعد ضغط وبعد صوت اعلامي حقيقه يطالب بذلك وراينا في الكراده الكراده لم يخرج صوت مع الاسف من الازهر الشريف الا ان تعالت الاصوات ومن علماء العراق تطالب الازهر في ان يكون له موقف بهذه المجزره الكبيره حقيقه موقف العرب وموقف المسلمين قديما هكذا مع العراق انت تعلم الكراده لا حقيقه ليست هناك نسبه بينها وبين مجزره اهل البيت الكبرى قديما اين موقفهم كان من اهل العراق منهم الصامت ومنهم الذي يقف على التل نحن اليوم يعني في العراق ننادي جميع المسلمين الشعوب حقيقه بعد ان اي من كل المؤسسات ننادي الشعوب والعلماء جميعا ممن لا يرتبطون بالسياسات هذه المرتبطه باعدائنا ان يكون لها موقف حازم باتجاه العراق، الامر لا يقف على العراق، الان يرون الامر يمتد الى كل بلاد المسلمين، هذه الجرائم التي ابتدات يعني هنا في العراق وفي سوريا حقيقه اذا ترك لها العنان فانها ستصل اليهم في عقر دارهم في كل مكان هذه هي العصابات التكفيرية هي جاءت لاستئصال حضارة المسلمين وباعتبار العراق هو بلد الحضارة العربية والإسلامية بل الشرق هم استهدفوه في كل مفاصله في الحقيقة أنت رأيت التفجيرات التي في الآثار العراقية رأيت التفجيرات في المساجد في مقامات الأنبياء وما حدث في الموصل الذي في الحقيقة لا يرضاه ليس فقط الدين الإسلامي وإنما أي دين آخر فهؤلاء حقيقة رموز الحضارة الإنسانية سواء من الأنبياء أو من الآثار الموجودة كلها استهدفت أنت تعلم أنهم حين دخلوا مثلا الفلوجة وغيرها أول ما قتلوا العلماء العلماء ممن هم من أهل الحكمة وذكر سماحة الدكتور الشيخ حمزة مفتي الفلوجة كان له موقف حقيقة وفتيا في تحريم الدم العراقي وعدم حمل السلاح باتجاه القوات الأمنية فقتلوه يعني في الحقيقة كان هذا العمل مؤلم ومع بقيه العلماء ومفتي الرمادي مفتي الانبار ايضا عبد العليم السعدي ايضا استشهد على ايديهم هذه العصابات لا تعرف حرمه لا لمسلم ولا لغير مسلم وانت رايت فعلهم مع النصارى ومع بقيه الطوائف كل ذلك يدل على ان العالم كله يجب ان يتخذ موقفا وليس فقط العرب وليس فقط المسلمون الكل يجب ان يتخذوا موقفا حقيقه إلى مؤتمر دولي ونبهت العالم أنكم بصمتكم على هذا الفكر التكفيري الذي يستأصل الإنسانية جميعا فإنكم في الحقيقة تساهمون في نشره فإنكم تساهمون في إجرامه الآن تنبهتم قلت لهم بعد بعد تفجير باريس بعد تفجير باريس تنبهوا إلى أن المسألة يجب أن تعالج فكريا إيديولوجياً. وكان يجب أن يلتفتوا بعد خراب البصرة حتى حتى نبقى عند المثل العربي. شيخ جلال، الكل متوافق ها هنا وبالتاكيد في ساحات كثيره على ان داعش عنوان للارهاب، مصداق للدم المراق مرحله عربيه واسلاميه ادعو ربي من الاعماق ان تنتهي سريعا لتنطلق اجيالنا نحو العلم واعاده البناء الحضاري. لكن كيف تغول داعش في العراق أين الدولة أين الجيش أين الشعب أين المجتمع المدني أين كان صناع القرار في العراق عندما تسلل داعش إلى دياركم في دجلين لا. حقيقة مسألة الإرهاب ليست ولادة اليوم إن ذهب داعش يأتي إسم آخر كلنا نعلم علم اليقين ليس المقصود فقط العراق ولكن العراق خصوصيه في ذلك الارهاب اذ ان العراق معلوم عندهم وفي كتبهم انهم اولو باس شديد والعراق هو جمجمه العرب فما بالك حينما تضرب تلك الجمجمه يعطل الجسد كله وقد جرب ذلك الامر حينما بداوا بالعراق بالمؤامره الاولى ارهاب الدول التي دخلت الى العراق بحجه انها جاءت محرره ففعلت اكثر مما فعل اذنابها ممن تختلقه فقامت بقتل النساء والاطفال والاعتقال وبعضهم من لم يجد له اثر بقتل او باعتقال هذا كله دليل على أن الجرائم تتكرر وأن الإرهاب واحد مهما تعددت أسماؤه ومسمياته ومهما قال بعضهم أنهم من المسلمون من المسلمين وهم ليسوا من المسلمين إطلاقا إذ إن أفعالهم وأعمالهم دليل واضح على بعدهم عن شريعة الإسلام والمسلمين فالإسلام دين السمحة والرحمه والعفو والمغفره وما سمعنا ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد اقترف بحق احد انه قتل او انه اخذ او انه اغتصب او انه تعدى بل والله ما علمنا وما سمعنا وما قرئنا الا بالعفو حتى مع اعدائه والرافه معهم اما ان الذين سكتوا ودخلوا وادخلوا الارهاب الى العراق هم اذناب المحتلين هم اذناب الامريكان واذناب الكيان الصهيوني الذي لا يريد من العراق الا ان يضربه ضربه لا يوقفه فيه على قدميه لان العراق ان وقف على قدميه بكل اطيافه وصنوفه وتعدد اقاليمه فانه سوف يكون العدو اللدود لهذا الكيان فلا يبقيه ابدا. وهذا هو مسجل عندهم ومعلوم. فقد سمعت ان رئيس وزراء الكيان الصهيوني قال ليست قوتنا بصناعه السلاح النووي وانما قوتنا بتفتيت ثلاثه دويلات مجاوره للكيان الصهيوني العراق وسوريا ومصر. اذا ان المؤامره قديمه وان الذي يدخل الارهاب الى تلك البلدان وخاصه العراق ومحافظته انما هو متامر على اسقاط العراق لانه القوى الحقيقيه لاعاده الحق الى نصابه. شيخ جلال الكبيسي وهذا ما يقوله بن غوريون في مذكراته الفصل الثاني يقول لا يمكنني ان اتحدث عن سرمديه الدوله الصهيونيه الا اذا سقطت ثلاث دول سوريا العربيه ومصر العربيه والعراق العربي مشاهدينا فاصل قصير ثم نواصل معكم فابقوا معنا مشاهدينا اهلا بكم من جديد عدنا والعود احمد من ادرك حلقتنا الان نحن نعالج موضوع الصمت العربي والاسلامي عن المذابح التي يتعرض لها الشعب العراقي. شيخ فؤاد تحدثنا سابقا عن مواجهات كبيره جدا ضد الارهاب وان الشعب العراقي لم يستسلم قاوم الامريكيين لقنهم دروسا جعلهم يخرجون من العراق موتى ومستسلمين ماذا عن الإرهاب كيف وجهتم الإرهاب في العراق بسم الله الرحمن الرحيم واقعا آه أنا أنقل لك صورة حية أنا لا. عشتها العراق وخصوصا بغداد م. التي هي العاصمة تقطعت أوصالها كل منطقة تمترست لحماية وجودها وأصبحت بغداد مقطعة وكأنما هي دويلات صغيرة كل يحمي نفسه لأن الحالة التي أوجدها المحتل الأمريكي سعرت الموج الطائفي والاقتتال الطائفي وكانوا يعمدون وأنا عندي أرقام مدونة في هذا يضربون المناطق الشيعية وينسبوها إلى أهل السنة ويضربون المناطق السنية وينسبوها إلى أهل الشيعة في سبيل أن يؤججوا هنا نتحرك لاحتواء هذه الحالات عفوا هنا هذه مسألة مهمة لله وللتاريخ وللناس كانت المخابرات الأمريكية تقتل سنيا وتقول قتله الشيعة وتقتل شيعي وتقول قتله السنة لتأجيج الطائفية بين المسلمين بب في بب العراق بب بب طبعا بأساليب متفننة حتى أن الجثث يلقوها في مناطق الشيعة جثث الأهل السنة في مناطق الشيعة وجثث الأهل الشيعة في مناطق السنة ويثير الإعلام ولهم أجندة هنا أردنا أن نلقي الحجة التامة في أن نئد الفتنة تصنع بمنظمة التعاون الإسلامي وقالوا نكلف مجمع الفقه الاسلامي الدولي الذي انا كنت ممثل العراق فيه، كما كان الشيخ التسخيري ايضا هو ممثل ايران هناك، واتفقنا على اقامه مؤتمر مكه المكرمه في الشان العراقي. وعملنا على هذا بعد جهد جهيد في سبيل ان نتوافق على صيغه معينه، ووقعت هذه الوثيقه. ولكن بدا الاعلام العربي الماجور المدفوع الثمن يسخف هذه الوثيقه ويقول حبر على ورق والدماء تسيل في العراق حسبنا الله ونعم الوكيل ففكرنا في ان ننشئ اتحادا لتفعيل وثيقه مكه واتفقنا وباركت لنا المرجعيه ذلك بعد مفاوضات متواصله السيد السيستاني على وجه شخصا وقال قال انا ابارك لكم وارسل ممثليه في هذا المؤتمر مؤتمر التاسيس لاتحاد علماء المسلمين ثم المؤتمر العام الذي حضره اكثر من 650 عالم واكثرهم من علماء السنه حتى ان وفد الانبار الذي جاء الى المؤتمر في بغداد ضربوه وجرحوا بعض رجاله الله انطلق العمل واتفقنا على ان نخرج القاعده مما من مناطق اهلنا في المناطق الغربيه اهل السنه وقالوا لنا علماء السنه لقد لويت اذرعنا ساعدونا على ان نخرج هؤلاء من ديارنا فكانت هبه الصحوات كما صحيح. تسمى. وتم اقتلاع القاعده من تلك المناطق وخبت هنا جاءت لعبة جديدة تسمى ساحات الاعتصام التي اججوا فيها بمطالب يدعون انها مطالب اهل السنه المهمشين الذي سموه الربيع العراقي الربيع العراقي وكان مركزها الانبار وتشعبت في صلاح الدين وفي دياله وفي الموصل هنا اتفقنا علماء السنة والشيعة على تشكيل لجنة الحكماء وكنت أرأس هذه اللجنة وتصدينا لهذا المشروع اكتشفنا أن هذا مؤامرة ولكنها بغطاء مطالب كثير منها مطالب مشروعة فقمنا تشكلت لجنة سباعية من الوزراء للاستجابة لهذه المطالب فلم يبقى من هذه المطالب إلا المؤامرة عند ذلك اعلنوا وكشفوا عن وجههم القبيح نعم. وقالوا نحن تنظيم اسمنا القاعده نقيم الحدود ونقطع الرؤوس على الملأ وعلى الفضائيات في هذه الساحات عبأوا عشرات الالاف من الشباب وغرروا بهم هنا اذا سمحت سمحت الشيخ أتوقف نعم. عند هذه النقطه يقول الشيخ فؤاد المقدادي ان القاعده عبات الشباب واستقطبت المئات بل الالاف اذا كانت هنالك قابليه للارهاب، قابليه للانتقام من الدوله، قابليه لشق الصف العراقي. اين كانت الاطراف المقابله؟ الم يكن واجبا على العلماء احتواء هؤلاء الشباب؟ ألم يكن واجبا على الدولة أن توفر السكن والقوت والكرامة للمواطن حتى لا يلود بالإرهاب انتقاما ربما من مشروع الدولة الاجتماعي الذي لم ينجح؟ حقيقة ليست الاعتصامات هي جاءت يعني هكذا بالفجأة ولكن كان هنالك سبق تحريض ودخول إلى المساجد حقيقة مع مجيء المحتل كانت الفلوجة مثلا كمثال ليس فيها إلا مسجد من مئة من مئة مسجد للمتشددين حتى إذا جاءت الأيام وإذا بهم يدخلون إلى المساجد جميعا ومعهم السلاح ومعهم المال وبذلك أصبح لهم وجود بغطاء المحتل وبوجود المحتل وبدعم المحتل وأخذوا يضربون المقاومين الحقيقيين للاحتلال فكان لهم حقيقة وجود سابق وتحريض سابق على الحكومة العراقية وعلى الدولة العراقية وعلى القوات الأمنية وقل قلت لك وأنا سبق أن قلت لك حين تعالت الأصوات بوجههم وفتي العلماء بتحريم الاعتداء على القوات الأمنية وبنى الدولة التحتية كل ذلك عرض بالقتل فقتلوا العلماء المفتون الكبار قتلوا مفت الرمادي ومفت الفلوجة وهكذا أصبح الإرهاب يطال العلماء وبذلك أخرسوا كثير من الأصوات أريد أن أفهم سماحة السيد وهذا كل المشاهدين يريدون أن يعرفوا متى أقامت المخابرات الأمريكية جسور التواصل مع رؤوس الإرهاب في العراق هل جرى تكوينهم في السجون سجن أبي غريب مثالا لأن أبا بكر البغدادي كان في عهدة الأمريكان إلى وقت قريب ثم أطلق سراحه فغرفة العمليات هذه التي ضخمت الدواعش وأوجدت استنساخا للقاعدة صح التعبير لأن داعش من بطن القاعدة التي كان يراسها الزرقاوي في ذلك الوقت ابو مصعب الزرقاوي هل عندكم معلومات عن كيفيه تاسيس المخابرات الامريكيه لهذا الارهاب الفاحشي هذا في الحقيقة كان في بداية المقاومة الحقيقية كان يؤخذ الشباب ويُعتقل من الشارع، سواء كان حاملاً للسلاح أو غير حامل للسلاح، ويلقى في معتقل بوكا، أنت تسمع في معتقل معروف بوكا، نعم. هذه أصبحت جامعة للإرهاب حقيقة بحيث أنهم يدخلون الكتب والدعاه كما هم يسمون وكما نعرفهم حقيقة نحن نتفاجأ مثلاً بوجود فلان الذي نعرفه كان داعية للارهاب أنه. معتقل ايضا في بوكا ويعتقل لاجل ان يبث افكاره في في داخل معتقل بوكا حتى اصبح الداخل الى بوكا يدخل بعقل ويخرج بعقل اخر فيغسل دماغه بهذه الافكار الارهابيه ويتخرج من هناك متى ما اكمل الدوره وقبل ان يكمل الدوره لا يتخرج من من معتقل بوكا. يعني كانت مرحله مخاض لكن بطريقه ذكيه على طريقه الاستخبارات الامريكيه بالضبط هذا قلت لك هذا الذي سبق الاعتصامات اذا هؤلاء الناس الذين وقفوا وحملوا السلاح معهم هم كلهم كانت لهم علاقات سابقه وهناك تنظيم دقيق في الحقيقه لهذه العصابات التكفيريه التي تحولت من القاعده الى داعش ولكن الحمد لله نريد ان نعطي الصوره الاخرى للعراقيين وهم لا. يقفون يعني بوجه هذه العصابات يعني ليس وقوفا بالكلام فحسب وانما كانت وقوف مسلح كما وقفوا بالصحوات وطردوا القاعده وقفوا امام داعش وأنت ترى ان هنالك مدن يعني خاصه في الانبار ومحافظه الانبار من المدن التي قاومت الارهاب فكانت مدينه حديثه كما سمعت في مدينه حديثه ومدينه العامريه ومدينه الخالديه والرمادي بقت صامده لاشهر كثيره حقيقه. كان لهم هذا الصمود الرائع امام هذه الهجمه الداعشيه ووقف العلماء هنا في المساجد في هذه المناطق الصامده وفي مدينه حديثه ليعلنوا موقفهم انهم بوجه هؤلاء وأنهم لن يدخلوا هذه المدن وأنهم سيحافظون على وحدة العراق ويحافظون على علم العراق ويحافظون على القوات الأمنية وهم بينهم فأنت تجد في حديث ابن الناصرية وابن البصرة وابن السماوة يقف مع ابن الأنبار في حديث يدافع عن مدينة حديث يدافع عن هذا النموذج للعراقي الأصيل وللفكر الأصيل العراقي ولذلك طرح في حديث مشروع الإسلام المحمدي الذي يجمع الجميع ويقف الجميع تحت الراية المحمدية التي رفعت فيها وهذا سيد. للدفاع عن وحدة العراق وهو دفاع عن جميع البلاد الإسلامية وإذا عدنا إلى ثورة العشرين ضد الأنجليز سنجد العراقيين بمختلف مكوناتهم ومنك إلى الشعب العراقي لابد من توجيه تحية للشعب العراقي بكل مكونات مسيحيين مسلمين سنة شيعة زيديين كلدانيين صابئة تحية لكم وأنتم تحاربون الإرهاب وسوف تتركون لأبنائكم لأجيالكم عراقا قويا صامدا مزدهرا متقدما سماحة الشيخ جلال لا بد من استتباع المعركة الداخلية بمعركة خارجية أخرى لا بد من طرق أبواب المرجعيات الإسلامية أنا لا أقصد المرجعية داخل العراق هي كانت على مستوى الضرورة والمرحلة والتطلعات انا اتكلم لا. الازهر الشريف، الزيتونه، جامع القرويين، الجوامع الجزائريه، حواضر الافتاء في خط طنجه، جاكرتا، هذه التي يجب ان تعلن حاله طوارئ لحقن الدم العراقي المراق بشكل فظيع. حقيقة لم نسمع من المرجعيات الاسلامية الا ما ندر منها وقل. ولم نسمع منهم تلك الفتاوى الا اذا تعرضوا الى ما تعرض اليه العراق من ارهاب ثم بعد ذلك يخرجون كل على دولته وعلى منطقته التي يعيش فيها والتي تتعرض الى الارهاب يصدر فتوى تخصه وتخص بلده دون ان يشعر بجماعه المسلمين والم المسلمين لما يتعرض اليه من ذلك الارهاب تعرض العراق منذ الاحتلال والى يومنا هذا الى نكبات والى تعذيب لم نجد احدا منهم صرح ببيان استنكر ذلك الفعل وبينه بادله شرعيه واضحه قد بينها الله تعالى وكذلك رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وكاننا نرى ان تلك المرجعيات انما تتبع سياسه الحكومات التي تنتمي اليها دون الشعور بالام المسلمين والشعور الذي امر الله تعالى على كل مسلم واوجبه على كل مسلم ان يغيره كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه واله وسلم من راى منكم منكرا فليغير. احسنت شيخ جلال، شيخ فؤاد كان لك تعقيبا على لا. ما ذكره الشيخ جلال الكبيسي. كلامنا في الصمت العربي الإسلامي لما يجري في العراق أوه. نحن نعلم أنهم صامتون لا ينطقون ربما لأن الصمت حكمة وقليل فاعله لا من يعني هذا الباب هذا من باب عدم الاهتمام بشؤون المسلمين عسن. ولكننا أنطقناهم نحن أنا راسلت مع مجموعة من العلماء رسائل لكل علماء المسلمين ومجامعهم الدعوتية أقمت الحجة. عليه. أقمت الحجة. رسائل وجاءني جاءتني الأجوبة بشكل واسع حتى جمعتها في كتاب جميل. كبير وأنا سأهدي نسخة لك الآن معي. أتمنى ذلك. آراء وفتاوى علماء المسلمين في تحريم تكفير أتباع المذاهب الإسلامية. جميل. بدون استثناء كل المسلمين وحتى علماء السعودية أجابوني. وكان جوابهم ايجابي. وانا التقيت بالدكتور عبد المحسن تركي، آه. نحن وفد. وهو من علماء السعوديه في هو اتبارنا. امين عام رابطه العالم الاسلامي. صحيح. وقال لي اسرار لا اريد ان ابيحها لانها اصبحت يعني اسرنا بها، ولكن قال ان نقطه وبؤره الفتنه في العالم الاسلامي العراق. ان واتتم الفتنه في العراق سوف لن تسري إلى غيرها وأعطيت برنامج العمل قال هذا برنامج ليس برنامج عمل العراق وحسب برنامج عمل الأمة الإسلامية كان هذا اللقاء يتيما ولعله حجبوه وقالوا له لا تلتقي بعد ذلك وكان لهذه اللقاءات أثر كبير وأنا أخذت منهم هذه الأجوبة وجمعتها ولم استثني بلدا تقريبا، اكثر البلدان الاسلاميه ما فيها من علماء لديهم قدره على ان يخرجوا من صمتهم اجابونا وكان هذا الكتاب الذي انتشر بشكل واسع في الحواضر الإسلامية, <سؤال> 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 الاسلاميه. شيخ فؤاد ابراء للذمه، من يعمل على استمرار الفتنه في العراق؟ ومن يعمل على استمرار تهشم الجمجمه العربيه الاصيله العراق الجمجمه العراقيه ومن يعمل على عدم السماح لهذه الفتاوى التوحيديه التقريبيه بالانطلاق في خط طنجه جاكرتا. في الواقع هناك اجنده المخابرات الامريكيه والبريطانيه وانا اقول البريطانيه لانها مؤسسه. صحيح. وهي المخابرات الخبيثه التي استخدمتها المخابرات الامريكيه كارضيه للانطلاق في عملها وهناك الان في العراق خصوصاً في كردستان مقر الموساد والمخابرات الاسرائيليه وتعيث فسادا في داخل العراق من خلال منطلقا من اقليم كردستان وحتى هذه بلاك ووتر هي منظومه منظومة قتل صحيح. وعاثت في العراق فسادا وكانت جهاز ليس فقط جهاز قتل وترويع إنما جهاز تصفية وجهاز مخابرات وإلى الآن السفارة الأمريكية أكبر سفارة في العالم ليس جزافا هذا إنما صحيح. لأن مهماتها بحجمها وأكبر من حجمها وهي منتشره باجندتها المتواصله في كل مناحي العمليه السياسيه هناك سياسيون هم بالمال وبالارتباط بالدول التي تمولهم هؤلاء لم يألوا جهدا في التخريب تخريب المنظومة الاجتماعية ودق أسفين الصراع بين الطوائف وبين حتى المناطق يعني هم يدخلون إلى الأنبار فيمزقون منظومتها الاجتماعية يدخلون إلى الموصل يفعلون هذا إلى إلى صلاح الدين يفعلون هذا إذا ما قلته سماحة الشيخ فؤاد يفسر الصمت العربي والإسلامي تجاه مدابع العراق لكن سماحة السيد عبد القادر الألوسي هل سننتصر كعراقيين كعرب ومسلمين على لعبة الاستخبارات الأمريكية المسادية الجديدة في خط طنجة جكرتا نعم في العراق ان شاء الله بدا النصر واضحا وجليا بوقوف العراقيين جميعا في معارك التحرير ولكن اليوم نقول لاخواننا من العرب والمسلمين عليكم ان تقفوا مع العراق في محاربته للارهاب وان لم تقفوا مع العراق فانه سيصل الى عقر داركم في الحقيقه قلت لك المناطق الصامده والمحرره اليوم تعطي نموذج لوقفه العراقيين سنه وشيعه وهم يدافعون عن وحده العراق وعن اصاله ثقافتهم وعن طرد هؤلاء الدخلاء ليس بسلاحهم الدخلاء بافكارهم التكفيريه التي ما كان يعرفها العراق وهم يتعايشون سنه وشيعه منذ مئات السنين اليوم العراق يقول أقول لكل أقوامنا حقيقة من العرب والمسلمين وإلى قادة العرب والمسلمين أين أهل الحل من أقوامنا أين أهل العقل والعقد الموثق إن حرب الطائفيين تلظى نار حقد وطني فيها تحرق أطفئوها ويحكم لا تشعلوها فعسى أحلامنا فيكم تصدق حطبا صرنا وكنا قبل هذا ذهب الدنيا وتاجا يتالق. نعم كنا كنا ولكن الحمد لله العراق اليوم على ما كان عليه، العراق بوقفته اليوم بتحريره المدن، بتحريره الفلوجه باقل الخسائر وحقيقه اصبحت نموذج وكان يراد منها ان تكون معركه طائفيه بامتياز، ولكن انت رايت ان الجميع وقف وان علماء الانبار وصلوا الى هنالك واعطوا كلمتهم وان عشائر الانبار وقفوا مع القوات الأمنية وها اليوم يمسكون الأرض من بعد القوات الأمنية ليثبتوا للعالم وللعرب وليعطوا الصورة الحقيقية لثقافة العراقيين ووحدة العراقيين ومحبة العراقيين <applause> لبعضهم ليقولوا لهم أخرجوا أذنابكم من العراق وسينتصر العراق محاله أما هم ألا في الفتنة أركسوا سمحت شيخ جلال في كليمة ما الذي تقوله للقادة العرب وللشعوب العربية والاسلامية التي تسمعك وتشاهدك؟ أقول لقادة العرب عليكم أن تصحوا من تلك الغفلة إن كنتم غافلين وعليكم أن ترجعوا إلى الحسابات الحقيقية فكم من سلطان حكم البلاد فلما جارت عليه من وضعه على تلك البلاد وأرادت تبديله لم ترى ما فعل من مصالح وحقق من مصالح لهم بل أجبرت شعبها أو الشعب الذي يحكم أن تقتله وأن تعلقه وأن تفعل به ما يحلو لها أقول لهم ارجعوا إلى أهلكم وإلى شعوبكم بل ارجعوا إلى دينكم دين الإسلام دين الإسلام الذي أعزكم الله بعدما كنتم أذلة بعدما كانت تلك الدول التي تتصارع على, دول على دولنا الدول العربيه تتصارع عليها تلك الدول ليس طلبا للمال وليس طلبا لما فيها من خيرات انما والله الغايه فيها تدمير الاسلام والمسلمين فما سمعنا من دوله من غرب قد تشاركت في دينهم او تشاركت فيما بينهم في معتقداتهم انهم فعلوا بهم كما فعلوا بنا لذلك اقول لهم عليكم ان تتنبهوا واقول للشعب العربي كذلك عليه ان يتنبه لتلك المؤامرات فقد اخبرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حينما قال لتتكالب عليكم الامم كما تتكالب الاكله على قصعتها واقول كذلك لمن ينظر الينا من العرب ومن المسلمين دون ان يقف مع هذا ومع ذاك اقول له كما قال الامام علي عليه السلام ان المحايدين انهم حقيقه لم يقفوا مع الباطل ولكنهم خذلوا الحق. نعم سمحت الشيخ فؤاد أيضا بإيجاز مدى تقوله لقادة الأمة العربية تجاه الموقف في العراق في الواقع أنا يائس من قادة الأمة العربية للشعوب أما الشعوب فأملنا كبير وهي نعم. في حالة صحوة وحالة نعم. انتفاضة ما نعم. تشاهده في اليمن وما تشاهده من صحوة في سوريا بعد أن غرر بأهلها نعم وما تشاهده في الجزائر بعد أن مر بها ما مر أنا زرت الجزائر وعرفت كيف أنهم عادوا إلى هذه الروح الإسلامية وكذلك في أفريقيا وشمال أفريقيا وفي مصر وفي كل البلدان و... ولا شك لعل السيد يعني. عبد القادر يوافقني ان هذا الظلام سيعقبه فجر ان هذا الالم سيعقبه انطلاق وان هذه الاوجاع التي مرت بامتنا لا بد ويقينا وعلى قاعده اللطف الالهي سوف يعقبها انفراجات كبيرة بإذنه تعالى أسأل ربي أن يؤمن العراق وأن يؤمن العالم العربي والإسلامي وأن يؤمن البشرية والإنسانية في القارات الخمس وفي كل هذا الكوكب الأرضي وحتى في عطارد والزارة وما إلى ذلك السيد عبد القادر الألوسي شكرا جزيلا لك داهمنا الوقت الشيخ فؤاد المقدادي شكرا جزيلا لك الشيخ جلال الكبيسي شكرا جزيلا لك مشاهدينا وصلت حلقتنا إلى تمامها إلى نلقاكم هذا يحيى أبو زكريا استودعكم الله الذي لا تضيع أبدا ودائعه دمتم لنا جميعا وفقكم الله لما يحب ويرضى إن شاء الله شرفتمونا